اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقه من قناه المحور، وانا معكم محمد الباز. اتعهدنا معاكم في اول حلقه في 90 دقيقه ان احنا نكون طول الوقت صوت الناس، ونكون وسيله كل ما يقدرنا ربنا ان احنا نوصل الام ومعاناه المواطنين للمسؤولين، يمكن نكون سبب في تخفيف الام او معاناه ولو مواطن واحد. امبارح في 90 دقيقة عرضنا حالة الطفلة حنين محمد عبد العزيز اللي والدها اتكلم معانا واستغاث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قال له انه بنتي يعني في حالة صعبة جدا، وانا برجو انه حضرتك تتدخل ويعني تأمر بعلاجها على نفقة الدولة. ما مرش دقايق على مناشدتي ومناشدة والد الطفلة حنين إلا وتواصل معنا مكتب السيد الرئيس ليؤكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمناشدة والد حنين وأمر بأن تعالج على نفقة الدولة، وقام مكتب الرئيس بالتواصل مع وزيرة الصحة اللي استجابت فورا وتم عمل اللازم لحنين. خلينا نتابع الحالة وصلت لحد فين ويعني اتعمل لها ايه. الاستاذ محمد عبد العزيز والد الطفلة حنين، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طمني على حنين وقول لي الحالة واصلة فين دلوقتي وايه اللي حصل من امبارح للنهارده. والله الحمد لله بعد شفتنا الست غالية. استاذ محمد مع حضرتك. طيب 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 كلموه تاني لان هو في الغالب في معهد ناصر، لانه حنين بعد ما كانت في مستشفى حميات العباسيه اتنقلت الى مستشفى معهد ناصر وبالفعل بتتلقى العلاج. احنا يمكن معانا صور دي صور مختلفه لحنين، لكن احنا معانا كمان صور ليها وهي في مستشفى معهد ناصر بتتلقى العلاج. زي ما بقول لحضراتكم الدقايق القليلة اللي فصلت بين مناشدة الأب واستجابة الأب الرئيس كانت دقايق قليلة جدا. رجع لنا الأستاذ محمد عبد العزيز، معاك يا فندم. أيوة فندم، كنت بقول لحضرتك الحمد لله بفضل ربنا يعني ما نزلتش على قدرته، والحمد لله وتدخل سيادة الرئيس الحمد لله البنت اتنقلت من امبارح للنهاردة في مستشفى معهد ناصر، والحمد لله لقينا يعني مزيد من الرعايه والاهتمام الافضل من كان من الوضع اللي كنا فيه في مستشفى حمايه العباسيه. الحمد لله يعني. الحمد لله الحمد لله، يعني انت كده مطمن على حنين وان شاء الله ربنا يتمم شفاها على خير ان شاء الله يا استاذ محمد. ان شاء الله. الحمد لله، بشكر سياده الرئيس على تدخله السريع واحساسه باللي احنا فيه، وده واحد يعني حاسين واحد مننا واحد من الناس يعني الحمد لله. صحيح ربنا صحيح الحمد صحيح. لله ويعني وشاكرين جدا على متابعته واهتمامه بالامر. صحيح. واحساسه باللي احنا فيه يعني كتر الف خيره يعني. بشكرك بشكرك استاذ محمد، وان شاء الله نطمن منك على حنين اكتر ان شاء الله. معايا ايضا الدكتور خالد مجاد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور خالد اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور محمد، تحياتي يا فندم. يعني انا عارف انه يعني معالي الوزيره تلقت على طول توجيه السيد الرئيس وبدا التحرك فورا، القصه من عندك بقى ايه؟ بالفعل هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالامس معالي الوزيره بعلاج الطفله حنين على نفقه الدوله وتوفير كافه الرعايه الطبيه لها. الحقيقه هي الطفله حنين محمد عبد العزيز هي بالصف الاول الاعدادي، هي دخلت مستشفى حميات العباسية قسم الطوارئ يوم السبت الماضي وهي بتعاني من ضعف بعضلات الساقين والأذرع واحتقان بالحلق وارتفاع شديد بدرجة الحرارة. تم عمل الكشف المبدئي بالطوارئ وتم عمل الفحوصات اللازمة من تحاليل وأشعات وخلافه، ويتم حجز الطفلة بالرعاية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي. حتى الامس كانت في مستشفى حميات العباسيه واستكملنا اجراء التحاليل والفحوصات اظهرت اصابتها بمرض متلازمه جليان بريء. جليان بريء يعني ضعف في الطرفين العلوي والسفلي. بدات على الفور الفريق الطبي باعطائها العلاج اللازم
وكانت حتى الامس مستشفى حمايه العباسيه بعد توجيه سياده الرئيس معالي الوزيره وجهت لاهلها لمستشفى معهد ناصر اليوم، وده الحقيقه له سبب بخلاف استكمال تلقي العلاج والرعايه اللازمه، ولكن هي حالتها قد تحتاج الى فصل البلازما والخدمه دي متوفره او موجوده في مستشفى معهد ناصر. هي بالفعل اتحلت بواسطه طياره اسعاف اليوم مجهزه على جهاز تنفس صناعي، ووصلت الحمد لله بالسلامه لمستشفى معهد ناصر، واتعرضت على اساتذه الرعايه المركزه اطفال واساتذه الاعصاب وتم مناظرتها وتم حجزها في الرعايه المركزه اطفال في مستشفى معهد ناصر. الحقيقه استاذ الدكتور مدير مستشفى معهد ناصر الدكتور هاني راشد يمكن تواصلت معاه السيده الوزيره منذ وقت قليل يمكن ساعه، وطمأنها على حالتها يعني في تحسن الحمد لله ان شاء الله. تم توفير الاجسام المضاده او اللي بنسميها الاي جي اميونوجلوبولين للطفل على نسق التامين الصحي بعد توجيه السيده الوزيره بالامس، وبتحصل او هي تحت العلاج والملاحظه وتحصل على الرعايه الطبيه الكامله طبقا لتوجيهات السيد الرئيس في المستشفى، ومتابعينها اساتذه الرعايه المركزه واساتذه الاعصاب، وان شاء الله يعني يوميا باذن الله نطمن عليها لها بالشفاء العاجل بإذن. بشكرك دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، وبشكر طبعا وزير الصحه دكتوره هاله زايد، والشكر متجدد للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته السريعه لعلاج حنين على نفقه الدوله. كل ما يكون عندنا فرصه ان شاء الله بنتلقى يعني ما تكتبون على صفحتنا وبنعرضه، وان شاء الله لو قدرنا نوفر بس لحظه من تخفيف المعاناه على الناس فبندعو ان ربنا يعيننا على ده ان شاء الله.